أهلا وسهلا، معكم دائما المواطن الرقيب. لاحظوا معايا شحال من مخالفات ارتكبت في أقل من دقيقتين. هادشي بلا ما نشوفو واش صحابين هاد العربات دايرين السمطة، واش كيهضرو في الهاتف، واش مخلصين لاسيرونس، واش ورق السيارة كاينين، واش عندو أصلا رخصة السياقة. اشنو ظهر لكم الخوت؟ عرفتوا هادي ملي كيكونوا في شي مجمع وكيكون مطروح موضوع السياقه، كل شي كيتشكى من المغاربه. المغاربه ما كيعرفوش يسوقوا، المغاربه ما كيحترموش القانون، المغاربه يا في نظركم هادو منين جاو؟ من المريخ. اجي ومن خلال السيارات شبان لكم في المستوى الاجتماعي ديالهم؟ واش صحاب هاد السيارات ما عارفينش القانون، ما قاريينش مساكن ياك؟ ومن غير هاد المخالفات، المشكل الكبير اللي كاين المطروح هو في العنصر البشري ديالنا. حتى انني بعض المرات كنتسائل واش ماشي عندنا انفصام في الشخصيه؟ بمعنى المغربي عنده جوج دريوس، واحد من اللي كيكون في شي مجمع كيكون ملاك، هو اللي كيسوق مزيان، هو اللي كيحترم القانون، هم اللي كيكون بوحدو والعياذ بالله كيولي شيطان والقانون اخر حاجه كيفكر فيها. الفيديوهات المقبله غادي نركز فيها غير على هاد التويشيات الصغيره واللي بالنسبه لي انا عندها معنى كبير ومغزى كبير. عند من؟ عند المغاربه الاحرار اللي كيحترموا بلادهم وعندهم ضمير وما كيخافوا من حد. ملي كيحترموا الاخرين ما كيخافوا حتى من شي واحد، كيستحقوا في الحقيقه لقب مواطن الدرجه الاولى. اما الاخرين فغادي نسكت عندكم، كل شيء عجب. السلام عليكم.